ينضم إلينا علاء العمر مراسل دار الإيمان في إدلب. علاء، ما الأجواء بعد الاتفاق بين أحرار الشام وهيئة تحرير الشام؟ مساء الخير إبراهيم لك وللسادة المشاهدين. في الحقيقة هدأت وتيرة الاشتباكات بين فصيل أحرار الشام وفصيل أيضا هيئة تحرير الشام، كبرى الفصائل في الشمال السوري. انتهى القتال بعد 3 أيام، شهدت معظم مناطق إدلب اشتباكات دامية بين الطرفين. طبعا انتهى دار الاشتباكات الأعنف إبراهيم بالقرب من معبر باب الهوى الحدودي، والذي سيطرت من خلال هيئة تحرير الشام على كافة الجبال المحيطة بالمعبر. طبعا بعد يعني البارحة تقريبا في مثل هذا الوقت كانت الاجتماعات بين قيادات من كلا الطرفين. انتهى الأمر بخروج هيئة أحرار الشام من معبر باب الهوى، كذلك الأمر هيئة تحرير الشام وتسليم المعبر لإدارة. طبعا لحد اللحظة لا يزال عناصر الشام موجودون، بالإضافة إلى عناصر هيئة تحرير الشام في كراج باب الهوى لتطبيق طبعا الاتفاق. طبعا هناك من بوادر هذا الاتفاق انسحاب حواجز كثيره كانت لهيئه تحرير الشام على الاستيراد الدولي، كذلك الامر حركه حرس الشام الاسلاميه. يعني لحد اللحظه هدأ الاشتباكات التي شهدناها في الايام الماضيه هدأت بشكل كبير جدا جدا في طبعا في من بوادر تنفيذ هذا الاتفاق. لحد اللحظه كما ذكرت لك معبر باب الهوى هو مغلق بشكل كامل دخول وخروج من قبل الجانب التركي والجانب السوري. طبعا هناك معلومات ان المعبر سيقوم بالعمل من جانب السوري ان شاء الله غدا، وذلك بعوده الموظفين الذين كانوا قائمين على اداره المعبر. طبعا هي معلومات لحد اللحظه، يعني هي معلومات ضعيفه لا نستطيع التاكيد او التاكد منها بسبب يعني وضع المعبر والتوترات المحيطه في معبر باب الهواء الحدودي. لكن بشكل عام يعني انتهى هذا الاقتتال الذي دام ل3 أيام، خلف قتلى بين الطرفين، كذلك الامر قتلى في صفوف المدنيين، اشتباكات طاحنه شهدناها في الايام الماضيه. نعم علاء، كيف هي الأوضاع الإنسانية؟ نعم، يعني في أثناء الاقتتال وبالتحديد من جهة معبر باب الهوى الحدودي. طبعا معبر باب الهوى الحدودي هذا يعتبر طريق أو الطريق، هناك طرقات تؤدي أو يعني تذهب فيها السيارات المحملة بالمؤونة والإغاثة باتجاه مخيمات الحدود الحدودية ومخيمات أطمة ومخيمات شمال سوريا. طبعا خلال هذا الاشتباك انقطعت بشكل كامل هذه الطرقات، أصبحت يعني من المستحيل الدخول أو الوصول إلى معبر إلى الوصول إلى المخيمات الحدودية. كانت أوضاع سيئة إنسانية بشكل عام عن جميع المحافظة وليس فقط المخيمات الحدودية، توقف لشلل حركة شلل كبيرة جدا شهدتها المناطق المحررة لحين وقف أو فض النزاع. طبعا من حسب حسب التأكيدات من كلا الطرفين أنه سيتم السماح الآن بدخول القوافل الغذائية أو السيارات المحملة بالمواد الغذائية، وفعلا هذا حصل صباح اليوم بالطرقات وتسير وحركة الناس التي يعني أو حركة الأسواق التي يعني تحسنت بنسبة 80%. طبعا هي وعود كذلك الأمر من الطرفين باستكمال المواد الغذائية واستكمال وصول الخضروات والفواكه إلى مخيمات الشمال السوري، وبدأ ذلك كما ذكرت لك بإزالة الحواجز على الطرقات الرئيسية وعلى طرق الاستيراد الدولي. علاء العمر مراسل دار الإيمان في إدلب، شكرا جزيلا لك.